بسم الله. ربنا ثبت أقدامنا على التوحيد واجعلنا من خير من صلى على نبيك محمد صليت عليه صلاة لا ليس كمثلها صلاة يا كريم، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. هذا كل مش أبدا. ثم اليوم ولات علم الأكوان ما عنده ما يقول في هذا الشأن، وقلنا لكم السرقات اللي قامت بها عدة ناس عمرهم علماء، رب يقول وإننا موسعون. يجي بعد واحد من الكلاب اللي يحب يترك ما قاله الرحمن ويوريه رحمه، اللي أول من أتى بفكرة قال لي الكون هذا في اتساع، اون اكسبونسيون، اون ايتا اون فاز ديكسبونسيون. والله أنبتكم من الأرض نباتا، احنا من الطين حبينا الكرهنا نرجع إلى الطين، ثم يعودنا ربي مرحلة أخرى للحساب. هنا دار فناء ودار قنطرة للآخرة، اللي دار الفناء تلاو بيها وتقاتلوا عليها، وللآخرة كبروا بها وساءوا حالهم حين يكونون في قبضتها. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا كما الأرض تموت وتحيا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، مطرقات عميقة ممتدة. قال نوح نرجو إن شاء الله.